شعار عودة سكان المستوطنات الشمالية لا يبدو أنه كل ما تهدف إليه إسرائيل عبر حربها في لبنان، بل يظهر من خلال القصف المكثف أنه غطاء لتدمير القدرات الصاروخية التي تمكن حزب الله من جمعها عبر سنوات طويلة. فالقدرات الإسرائيلية العسكرية الهائلة إلى جانب معلومات استخبارية دقيقة مكنت بحسب تقرير إسرائيلي تل أبيب من تدمير صواريخ ومسيرات وذخيرة خلال الأيام القليلة الفائتة. على رأس الأسلحة التي استهدفتها إسرائيل بحسب التقرير يأتي صاروخ كروز من طراز DR-3 الذي يصل مداه إلى مئات الكيلومترات، كما يتمتع بقدرة تدميرية عالية. مسيرة صياد 107 تعتبر من أخطر الأسلحة التي يملكها الحزب، حيث تتنوع وظائفها بين جمع المعلومات الاستخبارية وتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة. كما يملك الحزب في ترسانته صواريخ ثقيلة يصل وزن الرأس الحربي فيها إلى 1000 كيلوغرام، أي أنها قادرة على خلق دمار كبير في مواضع الاستهداف. كما يملك الحزب في جعبته صواريخ متوسطة المدى استخدمها ضد إسرائيل نحو 70 مرة، يتراوح مداها بين 50 و200 كيلومتر. أما وزن الرأس الحربي فيها فقد يصل إلى 500 كيلوغرام. مخزون هائل من السلاح جعل شخصيات دبلوماسية تنتمي إلى الحكومة والمعارضة تصر على ضرورة الاستمرار في الحرب ضد حزب الله، حتى لو تطلب الأمر اجتياحا بريا يضمن الدخول إلى جميع مناطق سيطرة الحزب. وهو ما ظهر جليا في تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي دعا إلى تكثيف العملية العسكرية على الحدود الشمالية، وأيده فيها وزير المالية بيتسل إلسموتريتش الذي دعا إلى ضرورة سحق الحزب. أما زعيم المعارضة يائير لابيد فتبنى موقفا مماثلا عبر رفض أي مقترح لا يضمن عودة سكان الشمال. ينضم إلينا من القاهرة العميد إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا سيادة العميد. ما مدى دقة التقرير الإسرائيلي حول هذه الترسانة لدى حزب الله؟ يعني سيدتي في الشكل هذا التقرير لم يعد من قبل محترفين، ذكر أن الطائرات مسيرة لديها رأس حربي 1000 كيلوغرام، وهذا أمر غير طبيعي يعني، ولا يوجد في ترسانة حزب الله وحتى في معظم الصواريخ رأس حربي بال1000 كيلوغرام. كما أن تطلعنا بهذا التقرير نرى أنه يقول طول الأجنحة للصاروخ، وهذا يعني غير موجود في الصاروخ أجنحة، وحتى الرقم الذي يضعه لا يكون رقم طول الصاروخ. يعني يبدو أنه عد على عجل من قبل غير محترفين من أجل إثارة يعني الاهتمام ب ضخامة ترسانة حزب الله والحاجة إلى تدميرها. لكن قطعا هذا ليس تقريرا دقيقا ولا يعده عسكري محترف لا في إسرائيل ولا في غير إسرائيل، هو من إعداد بعض الصحفيين يعني وبعض يعني مدعين الخبرة العسكرية، وأي مراجعة له في أي مرجع نرى أنه غير دقيق. إذا كانت أيضا إسرائيل تقول ذلك فإنها أيضا تتهم حزب الله بأنه يقوم بتخزين الأسلحة في منازل المدنيين أيضا، هل هذا الاتهام صحيح؟ يعني إذا كان نصب الأسلحة هي الأسلحة الفردية والرشاشات والذخيرة فهذا أمر طبيعي في كل لبنان، لكن ما نتحدث عنه هو الترسانة الصاروخية، والترسانة الصاروخية وحتى الطائرات المسيرة يجب أن تخزن في مخزن خاص وفق درجة حرارة معينة وتبريد وتهوية وأمور كثيرة يعني، وهناك عناية واعتناء بهذه الأسلحة والصواريخ ضمن المخابئ، وهذا يعني غير معقول في المنازل مهما كانت هذه المنازل. يعني هذه كلمة دعائية من رئيس الوزراء نتنياهو أنهم يضعون صواريخ في بيوتهم، يعني إذا فرضنا جدلا هناك صاروخ في بيت منطلق فإن البيت يحترق من وقت احتراق الحشوة الدافعة للصاروخ وليس من انفجار الصاروخ.
لذلك هناك نوع من حرب الدعائية الكبيرة التي ولكن سيادة العميد على الجيش الإسرائيلي بث مقاطع يثبت فيها ذلك بوجود يعني مثل هكذا صواريخ وأسلحة. سيدتي ممكن أربيجيات ممكن نعم أما صواريخ باليستية أو صواريخ كروز أو صواريخ من طراز فجر وغير يعني غير دقيقة التوجيه فهذه يعني لها شروط للتخزين يعني وهذا أمر معروف عسكريا سواء أيدنا حزب الله أو لم نؤيده يعني لكن هذا الادعاء الإسرائيلي ليس صحيحا في المنازل وهو للتسويق في لدى الجمهور الذي لا يعرف الأمور العسكرية وأريد أن يعني يرمي هذه الكلمة يضعون صواريخ في بيوتهم وكأن الصواريخ يعني معدات منزلية أو شيء آخر يعني لا هذا من المنطق هذا ليس صحيحا. يعني هنالك تدريبات في الشمال الإسرائيلي لتوقع اجتياح بري للبنان إمكانية ذلك يعني للسبب ذاته لتدمير قدرات وهذه الترسانات الموجودة لدى حزب الله. نعم سمعنا كثيرا عن إجراء تدريبات واستدعاء لوائم من الاحتياط ونقل الفرقة 72 من غزة إلى الشمال وحديث فائض المنطقة الشمالية عن هجوم بري وإقامة حزام أمني عرضه 10 كيلومتر يعني سمعنا كثيرا عن ذلك لكن ألفت الانتباه هنا إلى أن مسرح العمليات في الشمال أي على الحدود اللبنانية يختلف عن مسرح العمليات في غزة. في غزة الأرض سهلية ومنضبطة وطول غزة 40 كيلومتر وعرضها بين 5 و 10 كيلومتر وهي محاصرة منذ أكثر من 18 سنة فيما مسرح العمليات في لبنان يمتد نحو 110 كيلومتر من رأس الناقورة على البحر المتوسط إلى مزارع شبعة وتلك برشوبة في جبل الشيخ وكلها المنطقة وديان سحيقة وجبال ويعني وعرة ومهاجمتها واجتيازها تتطلب قتالا يعني قتالا حرفيا ووقتا كبيرا هناك ممران ضمن هذه الجبهة عبر التاريخ يعني الحرب العالمية الثانية اجتازتهما قوات المحور قوات الحلفاء الفرنسيين والإنجليز ضد قوات فيشي وعام 78 اجتازتهما القوات الإسرائيلية وأيضا عام 82 والمحور الأول هو محور سهل الحولي مرجعيون اللقاء والمحور الثاني هو نهاريا نافورة سور السهل الساحلي لكن عام 2006 لم تستطع إسرائيل أن تجتاز هذه المحاور التي يعني هي صالحة للعبور بسبب مقاومة شديدة من حزب الله ووقتها كان هناك فقط صواريخ كورنت التي ارتكبت مجزرة دبابات للقوات الإسرائيلية واعترفت بها وبذلك ممكن لإسرائيل أن تقوم بعملية برية لكن كلفتها ستكون باهظة جدا بالأرواح والمعدات. ورغم ذلك كما ذكرنا أيضا في التقرير قبل قليل هنالك أصوات داخلية إسرائيلية ما زالت تصر وتنادي يعني مثل نتنياهو ومثل سموتريتش ما زالا ينادون بوجوب إنهاء قدرات حزب الله أو إنهاء حزب الله عسكريا برأيك هل هذا الهدف قابل للتحقيق بغض النظر على ما هي القدرات تلك؟ سيدة نتنياهو واليمين المتطرف يتحدثون بنشوة الانتصار بعد عملية البيجرز واللاسلكي واغتيال ضباط من فرقة الرضوان هم يعني لم يعودوا يقبلون بأي تسوية ولا أي وساطة ولا أي وقف إطلاق نار ولا أي شيء آخر وهذا يعني يبدو من تصريحاتهم ويريدون إكمال المعركة مع حزب الله نحن ونتوقع قتالا مريرا في الأيام المقبلة لأن الجانب الإسرائيلي رفض كل الطروحات بما فيها الأمريكية والأوروبية ولا يريد وقفا لإطلاق النار وهو منتشي بهذه تلك التفجيرات ويظن أنه أو يعتقد أنه يمكنه القضاء على حزب الله بعملية برية وهذا أمر سوف يؤدي إلى صدام عنيف جدا عانى من الصدام الذي نعيشه حاليا خصوصا بعدما قام حزب الله بتوسعة
القصف إلى 50 أو 60 كيلومترا جنوبا، وتجاوز مدينة حيفا، وأنه إذا استمر القصف على هذا فإن عدد النازحين سوف يتضاعف مرتين أو ثلاثة، كما أنه إذا كان القصف الإسرائيلي امتد نحو الداخل اللبناني وامتد القصف من حزب الله إلى الداخل الإسرائيلي، فإن سنشهد وضعا يعني صعبا جدا داخل إسرائيل، طبعا بالإضافة إلى الوضع الصعب في لبنان. نعم، أشكرك العميد إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي.